هذا وأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار بتعرض رتل يحمل معدات لوجستية خاصة بالجيش الأمريكي في الطريق الرابط بين ذي قار والبصرة إلى هجوم بعبوة ناسفة. وقال المصدر إن الانفجار وقع قرب البطحاء في حادث تكرر عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، هذا ولم ترد معلومات تؤكد وقوع إصابات أو حجم الخسائر.